الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة. الصحة تعلن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 6000 مواطن خلال يومين في القافلة الطبية بعزبة الهجانة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020، والذي يعقد في الفترة من 11 حتى 13 من الشهر الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط، وذلك تلبية لاحتياجات الغد من الطاقة. ويسلط المعرض الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي إيجيبس 2020 والذي يعقد للعام الرابع على التوالي حجم الاهتمام العالمي بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية والإقليمية والعالمية التي تعقد في مصر، كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية. وأكد المهندس طارق المولى وزير البترول والثروة المعدنية أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر يعكس الدعم والاهتمام الكامل الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابي الكبير الذي شهده خلال السنوات الأربع الأخيرة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 من يناير الماضي، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 و13 من فبراير الجاري، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من 6000 مواطن خلال يومين في القافلة الطبية بعزبة الهجانة تحت إشراف ومتابعة أطباء لكل التخصصات. ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية شهريا لخدمة أهالي عزبة الهجانة. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.